لا خليكي معاهم يعني في وسط الزحمه دي. عايز هي زحمه حلوه. البوابه اللي هو عند المطبخ دي هبعت لك اسلام قولي له هو حكي. اسلام اسلام عند البوابة دخلهم هنا. انا اقول لاحمد مصطفى كمل. احمد ايوه ده البوابة اللي دي اللي هنا دي موجودين هنا. اس اه اه بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام وعشاق النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. معلقكم الرياضي الدكتور علاء متولي يلتقي معكم واحداث المباراه الوديه الثانيه للنادي الاهلي خلال المعسكر المقام بدوله الامارات العربيه المتحده. اللقاء هيكون مع فريق حتى احد فرق الدرجة الأولى، وإحنا بنلعب أهو يمكن المدرج مكتوب اسم النادي في منطقة يمكن واضح تمام، منطقة الجبال فيها اللي بتتميز بيها مناطق كبيرة جدا من الخليج. الأهلي هيبقى على إيدينا اليمين ونادي حتى على إيدينا الشمال. نادي حتى تأسس سنة 1982، قيمته التسويقية 8,054,000 يورو. خد بطولة الدرجة الأولى دوري الدرجة الأولى مرتين، المدير الفني فابيو فيفياني وهو إيطالي وماسك الفريق من 14 سبتمبر الماضي، لعب 11 مباراة، فاز في مباراة، تعادل في 3 وهزم في 7. الدوري الإماراتي 14 فريق، يحتل حتى حاليا المركز ال 13. إن شاء الله لحظات حكمنا الحكم الدولي الاماراتي احمد بلال وبيعاونه خميس فيروز وعلي الشحي، وعلى بركه الله بدات احداث المباراه. مشاهدينا وعشاق كره القدم في كل مكان، بدات منذ اللحظات، وزي ما قلنا النادي الاهلي على ايدينا اليمين ونادي حتى على ايدينا الشمال، وبتمر على طول انما بترجع الكوره لكابتن الفريق فيرنو دي كارلو دي ماركو. الاهلي بيمثله في لقاء اليوم لحصه المره مصطفى شوبير، معاه في خط الدفاع اكرم توفيق، رامي ربيع، معتز محمد، واسلام عبد الله. ثلاثه في وسط الملعب عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه ومصطفى ابو الخير، والهجوم محمد الضو كريستو حسين الشحات، وقلب الهجوم انتوني موديست. اما فريق حتى الاماراتي بيمثله الحارس سالم خيري، قدامه اربع باكات من يمين شمال، عامر خليفه، عبد الرحمن علي، فيرنو دي ماركو، وحمدان العمري. قدام منهم في وسط الملعب الكسندر ميركل ومنصور البلوشي. قدامهم على طول دودو دابو، على يمينه ايمن دشوق، وعلى شماله جبرائيل زينو، وقلب الهجوم سيزر لوبي منزوكي. وادي الكوره على طول بتتلعب الركنيه، انما ترد ياخدها قفشه وبيلعبها على طول سريعه في اتجاه مصطفى ابو الخير. انما في صفاره من حكم اللقاء النهارده، يمكن شايفين اهو في جماهير اكتر. ليه بقى النهارده جمعه؟ معظم في اشغال كتيره في دوله الامارات بيبقى نص يوم بقى، يعني بيبقى قبل الصلاه. المباراه الماضيه زي ما فاكرين اللي كانت في ملعب اتحاد كلبه نادي الاخدود كان العدد قليل جدا، اعتقد ان مباراه النهارده برضك هو العدد قليل، لكن نظرا لظروف العمل ونظرا لان مباريات وديه فما تلاقيش الاعداد بالكثره اللي بنشوفها. دقيقتين مروا من احداث بدايه اللقاء وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. الحارس سالم خيري واقف وحاطط كورته في المنطقه الفنيه. سالم خيري 24 سنة، عفوا 31 سنة سالم خير. يلعب على طول كورتو على طول للأمام، يقطع حسين الشحات، تسقط في الوسط، ترد مرة تانية لحسين، عايز كده ينقلها للسولية إنما تتقاطع،
يستقبلها على طول دفاعات النادي الاهلي انما مقطوعه، بيحاول ياخدها فريق حاتا انما مصطفى ابو الخير يخلصها ويحطها على الشمال لحسين الشحات. الشحات بيعدل وعايز يغير الملعب ناحيه اليمين انما على طول بيدخل ويقطع منه الكوره المغربي ايمن داشوك، ترد مره تانية للشحات. السوليه سلاي يلعبها حلوه قوي لمحمد ضوي كريستو انما تطول الكوره وتخرج بره الملعب وتبقى ركله مرمى لفريق حتى. بص طبعا لعب واحد ومش مسجل عشان ركله المرمى برازيلي جاي من النادي الوسط الباك طبعا بيلعب عشان مش مباراه واقف اهو سالم مش دوليه ولا حاجه ولا اي حاجه مسجل قدامنا ساعه الاستاد اهي جايبه لنا دخلنا في الدقيقه الرابعه لقاء الاهلي شعار الاهلي ونادي حتى ادي على طول مقطوعه من مصطفى ابو الخير انما مره ثانيه ترجع لي فرنوندي ماركو يلعبها في اتجاه الشمال عند جبرائيل زينو انما تتقاطع على طول واخدها اكرم 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 ومعاه اللاعب جبرائيل انما ترد مره ثانيه في وسط الملعب لقفشه بودست يرجع بيها ورا في اتجاه معتز محمد معتز بيلعب على طول لقائد الفريق رامي ربيعه رامي ربيعه القفشه قفشه على طول بيسقط الكوره للضو لا والله ده اكرم 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 يرجع بكورته مره ثانيه ترجع لقفشه قفشه على طول باتجاه اكرم ادي هتتلعب من مصطفى بالعرض عرضيه انما يطلعها الدفاع وتتحول الى ركنيه او الركنيه في اللقاء بعد خمس دقائق لفريق النادي الاهلي. تلعب على طول سريعه لحسين الشحات ترجع مره ثانيه من كريستو وادي مودست يسندها وربيعه عايز ياخد المقصيه وتتلعب على طول سريعه انما يسيبها الدفاع وتخرج بره الملعب. عبد الرحمن علي صاحب ال 31 عام المنقول من نادي الوصل يطلع الكوره او بيسيبها تطلع بره وتبقى ركله مرمى. سالم خيري حارس المرمى قلنا اسمه النهارده. ادي حط لنا على الشاشه هناك فريندلي ماتش مباراه وديه. تلعب على طول أمامية وترد وتخرج مرة تانية خارج الملعب ركلة مرمى. بنعزي أنفسنا وبنعزي جماهير مصر بصفة عامة وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة في وفاة المغفور له بإذن السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم ووزير الشباب الأسبق تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته وجعل هذه الليلة أسعد لياليه وعوضنا عنه خيرا بإذن الله. رمية التماس هيلعب على طول عامر خليفة الباك اليمين تتلعبه سيارة إنما تروح للشحات يلعب على طول سريعة في اتجاه كريستو هيعمل زي المرة اللي فاتت إنما على طول بيدخل معاه بيقطع الكرة حمدان العمري ويحولها إلى خارج الملعب وتبقى ركنية للنادي الأهلي. إنما محمد الضو كريستو بدأ نحس إنه بقى لاعب مشاغب دلوقتي المرة اللي فاتت جاب جون جميل جدا كرة خدها إنما احتسبها لمست الضوي واحتسبها حكم المباراة ركلة مرمى. سبع دقايق من بداية اللقاء وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. مفيش شك المباريات الودية دي بتظهر حاجات كويسه. المدير الفني اتكلمنا يمكن كتير في المباراه اللي فاتت على معظم اللاعبين والنهارده يمكن شايفين مستر مارسيل كولر يعني غالبيه الفرقه من العناصر القديمه. المره اللي فاتت جرب عناصر الصغيره عايز يحط ايده على بعض اللاعبين. النهارده بيعمل تشكيله بيغلب عنها عليها يمكن باستثناء ثلاثه بس مصطفى ابو الخير ومعتز واسلام عبد الله هم الثلاثه من الناشئين. وادي اهو بيحاول يعدي اسلام عبد الله انما بيحتسب عليه الحكم احمد بلال ركله حره مباشره
هتتلعب الكره راح جيبها الحارس سالم خيري، هيلعب عبد الرحمن علي، عبد الرحمن بنقول من الوصل، على طول عاليه اماميه بيطلع معها معتز ياخدها بالراس، انما بيدخل السوليه في الكوره على طول مع ايمن دشوق اللاعب المغربي، في حوالي 3-6 في 8 لاعبين في فريق حتى محترفين، يعني مسموح بهذا العدد في الدوري الاماراتي، بيدخل مره ثانيه ويقطع الكوره معتز محمد وتبقى هتبقى الكره رمي تماس لفريق حد، ادي على طول بتتلعب الكوره عاليه، انما على طول مره ثانيه معاها معتز، ترجع لمودست اللي راجع يستلم كورته، ملعوبه للامام من اسلام عبد الله في اتجاه حسين الشحات، انما داخل بمنتهى القوه كابتن الفريق السلوفاكي فيرينو دي ماركو ويحولها الى خارج الملعب وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي، على طول الشحات يلعبها للسوليه، السوليه بيسلم الشحات يرجع ورا لمعتز، عرضيه عند رامي ربيعه، رامي بيلعب كورته في اليمين، قفشه لاكرم لقفشه مره ثانيه، يتحرك بيلعب كورته لمودست، مودست للضو، ضو كريستو يعمل العرضيه، انما على طول بيطلعها الدفاع والتسديده حلوه، ردت فارس طيب حاططها حلو قوي حسين الشحات، يحط ايده معاها سالم خيري وتتحول الى ركنيه. كوره حلوه للنادي الاهلي اتلعبت من الضو من ناحيه اليمين، ردت بالدفاع خدها على طول فيرست تايم كده عطاي حسين الشحات يطلعها الحارس الا ركنيه. كده بدات تبان الهجمات ودي على طول تتلعب للشحات، الشحات الشحات هيحط، انما على طول بينزل معاها عبد الرحمن علي ويحولها الى خارج الملعب. ركنيه ثانيه، دي كده تبقى الركنيه الثالثه للنادي الاهلي خلال هذا الشوط. بدانا بقى نحس بفريق النادي الاهلي انه عايز يعمل حاجه حلوه في هذه المباراه. ترد مره ثانيه اكرم للضو للسوليه، ضو وبيقع على الارض، حكم اللقاء بيقول له ما فيهاش حاجه قوم، وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. ضغط اهلاوي بدا يظهر بعد 10 دقائق من الشوط الاول، تلعب الكوره لقفشه، قفشه لرامي ربيعه، رامي على طول بيلعب كورته في اتجاه اسلام عبد الله اللي عايز يعمل هات وخد، انما تتقاطع مقطوعه، بتتلعب على طول للاماميه، انما يقطع معتز بشكل كويس جدا، ترد ياخدها رقم 44 مصطفى ابو الخير، انما مقطوعه مره ثانيه وترد عند رامي ربيعه. ربيعه الاهلي عامل انتشار كويس مع البدايه، وادي اسلام عبد الله لمعتز، ربيعه يحط كورته على اليمين للسوليه لقفشه، قفشه استلامه يعمل العرضيه، انما على طول يقطعها ايمن دشوق وياخدها ويجري يتحرك ايمن دشوق، انما تتلعب العرضيه لسه ما فيهاش حاجه، ياخدها على طول رامي ربيعه، ربيعه بشكل كويس جدا يدافع بيها وترد، وادي داخل محمد الضو يقطع الكوره، انما بيحتسب عليه حكم على اللقاء ركلة حرة مباشرة لصالح فريق حتى. تلعب ناحية الشمال عند البرازيلي جابرييل زينو، انما تتلعب للسولية الاهلي، السولية للشحات، الشحات ينطلق بالشمال، الشحات شحات بيعدي الكورة وعايز يفوت بيها، انما على طول عامر خليفة يزقها من قدام منه وتتلعب على طول، بيرجع يستلم ايمن دشوق اللاعب المغربي بيحطها في وسط الملعب للكازاخستاني الكساندر، مره ثانيه بيستلم ويلعب الكوره للامام ناحيه الشمال في اتجاه جبرائيل، ترجع مره ثانيه ورا لعبد الرحمن علي،
عبد الرحمن على طول يرجع بكورته لسالم خيري حارس المرمى، يلعبها لحمدان العمري الظهير الايسر شماله بيلعب الكرة الطولية الأمامية إنما ترجع على طول لمصطفى شوبير. مصطفى يسلم الكرة لمعتز. معتز لمصطفى أبو الخير. أبو الخير لربيعة. انتشار مميز جدا للنادي الأهلي حتى الآن في اللقاء. وادي على طول تتلعب طولية إنما ما تلاقيش حد وتخرج بره الملعب وتبقى ركلة مرمى. بنلعب في الدقيقة 14 من بداية أحداث اللقاء وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. سالم خيري يلعب ركلة المرمى حارس المرمى لما يقطعها معتز محمد ترد مرة تانية للاعب فرنوني لما يتروح لأفشة. أفشة للضو. الضو يسلم أفشة مرة تانية وياخد خطوة دخل راح بيعدل على يمينه وعايز يرفع بشماله ترد الأكرم. أكرم الدور ده بيمينه بودس بالرأس إنما واقف كنترول مش مظبوط تتاخد الكرة ويشتتها على طول عبد الرحمن علي. ترجع مرة تانية للسولية. السولية ضغط أهلاوي يلعب لإسلام عبدالله. إسلام الباك الشمال الأهلي وادي السولية بيعملها من لمسة حلوة أوي تروح لقفشة إنما ما جاتش زي ما هو عايز كان عايز يلف ويشوط إنما الكرة عملت بنت وغيرت اتجاه وادي التصويبة إنما خارج الملعب. ربع ساعة بتمر من أحداث الشوط الأول والأهلي يستحوذ على اللقاء. هجمات للنادي الأهلي متوالية وفي انتظار الكرة يمكن يطلعها سالم خيري. التسديدة الفيرست تايم اللي حطها حسين الشحات. ركلة المرمى تعددت الركلات المرمى لفريق حتى لغايه دلوقتي دليل على ان في تحرك هجومي اكثر للنادي الاهلي. تلمس الكره اكرم توفيق وتخرج بره الملعب وتبقى رمي التماس. رمي التماس رايح لها حمدان العمري الظهير الايسر جاي اعاره من نادي الجزيره الاماراتي عنده 21 سنه. حمدان فضل يتحرك يتحرك حكم اللقاء رجعه قال له العب الكرة من مكانها يلعبها لجابرايل ترد الحمدان يرفعها عايز يلعبها في اتجاه سيزر انما ترجع مرة تانية لداشوك. داشوك بيعدل على الشمال والتصويبة انما تخرج بره الملعب لمست شوبير وتبقى ركنية. الركنية التانية في اللقاء فريق حتى الإماراتي. يسلم كورته على طول لجبرائيل والتسديدة إنما فوق فوق العرض. تتلعب للشحات حسين الشحات. تحرك الاهلي اتجاه الشحات اكتر من كوره استلمها لما تروح على طول بره تانية ناحيه اليمين لاكرم. شايفين المدرج بدات الناس تزيد فيه. اقول لكم يوم الجمعه بيبقى في اشغال نص يوم في دوله الامارات. وادي على طول تتلعب. هتقول لي ما الماتشات اللي كانت بتلعب في السوبر وبطولات العالم بيشارك فيها الاهلي الملعب بيبقى مليان. ايوه مباريات بتتلعب يا السبت يا الحد هناك دوله الامارات الاجازه الرسميه السبت وحد. و18 دقيقه بتمر. تلعب لاكرم توفيق. اكرم على طول للضو يرجع لربيعه. ربيعه على طول للسوليه. السولية أمامية خدها الشحات إنما تتقطع منه ترد في اتجاه مصطفى أبو الخير. يا ولد لم كويس قوي ويسلم كورته لرامي ربيعة. ربيعة يعدي نص الملعب
يرجع لابو الخير، ابو الخير لمعتز السلية. ريحه حتى الان بيلعب دفاع منطقه. وادي الاهلي بتلعب الكره حلوه قوي لاكرم، اكرم هنشوف هيوديها، انما اكرم فكر وتوغل في العمق ولعبها لقفشه، توغل رجعت مره تانية. قال يمكن اللون السماوي شايفين غالب على المنطقه، عشان كده هتلاقي المساحه قليله، وادي على طول بتتلعب الكوره انما تخرج بره الملعب. لمسه من مودست انما تخرج، ولا خدها مدافع وزقها وتطلع وتبقى دي كده الركله الركنيه الرابعه للنادي الاهلي، هيلعبها حسين الشحات. الشحات والدقيقه 19 من بدايه احداث الشوط الاول، وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف في اللقاء الودي الثاني للنادي الاهلي خلال الرحله التدريبيه. وادي على طول ترد مره ثانيه مش اوف سايد، ترجع سوليه يرقص، سوليه واخد والثانيه والثالثه ويلعب العرضيه، تخبط في الدفاع انما ترد للحارس، بيقول جاد يعني بيقول جاد في دماغ لاعب، عشان كده حكم ما حسبهاش على فريق حتى وراحت وتبقى ركله مرمى. ثلث ساعه بتمر ويبدو اللاعب اللي خبطت في دماغه حاسس كده بدوخه. الف سلامه. اهلي يمكن النهارده عنده بدلاء، وسام ابو علي وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، مصطفى مخلوف حارس المرمى، احمد عبدين، عبد الجواد، عبد الرحمن يوسف، عبد الحفيظ، ابراهيم عبد الحكيم، مازن اسامه، فارس خالد، احمد طعيمه، وحازم جمال. اي توقف اخر هنقول لكم بدلاء فريق حتى الاماراتي. ومرت الثلث ساعه الاولى من بدايه اللقاء وما زالت النتيجه هنا التعادل بدون اهداف. قفشه كده عايز ياخدها بكعبه يسلمها ان مطاطا يرجع يلمها مره ثانيه ويرجعها لمعتز. معتز بمبدا السلامه يرجع لشوبير، شوبير على طول يسلم كورته لرامي ربيعه، رامي هيلعبها طوليه كده في اتجاه الضوء انما تتقطع على طول في وسط الملعب من منصور البلوشي، تتلعب على طول عاليه في اتجاه دورو دابو تتاخد منه. دورو دابو ده لاعب سنغالي. ترجع لمصطفى ابو الخير عايز يضغط عليه الكسندر ميركل انما تتقطع وترد. وادي على طول بيجري معاها الشحات وحط دماغه معاها عبد الرحمن علي وتتحول الى ركنيه. خامس ركنيه للنادي الاهلي في اول تلت ساعه من اللقاء، لكن ما زالت حتى الان النتيجه التعادل بدون اهداف بين الفريقين. الركنيه هيلعبها حسين الشحات. تخرج بره الملعب، لمست رامي ربيعه وتبقى ركله مرمى. نلعب في الدقيقة 22 من بداية الشوط الأول. مشاهدينا الكرام عشاق قناة النادي الأهلي في كل مكان، وما زالت النتيجة هنا التعادل بدون أهداف. في فارق توقيت، احنا بدأنا هنا الساعة 4 في مصر اللي هو الساعة 6، يعني المغرب عدت هناك، احنا يمكن لسه المغرب عندنا ما دخلتش، انما عدت المغرب هناك في الامارات. وادي قفشه يحط كورته للضو، الضو عايز يطلع اكرم انما رجع في كلامه وهيسقط الكره عند مودست، ومودست عايز ياخدها. والله ده الشحات عملوا تبادل مراكز، والشحات عايز ياخدها مقصيه انما تخرج بره الملعب. بيقولوا انها لا، بيحاولوا يشاوروا، ما شفناش كده المساعد، لا الحكم قال ركله مرمى، يعني كانوا بيشاوروا ان الشحات كان في موقف تسلل، لكن المساعد الثاني علي الشحي بيقول انها ركله مرمى لفريق حتى الاماراتي. سالم خيري حارس المرمى يلعب كورته أمامية عالية، رامي ربيعة
ترد عند فيرنون تسقط على طول بيطلع معاها، انما في فاول لاكرم، اكرم يسلم كورته للضو بيضغط عليه من جبرائيل اللي راح ناحيه الشمال، وجنب منه السنغالي دوره ترجع ليه السوليه، السوليه على طول للشحات. بص مقفلين المساحات مضيقين المسافات لعيبه حتى عشان تحسبا لخطوره فريق النادي الاهلي. وادي السوليه يا ولد يعمل تاكلينج قانوني وياخد الكره بشكل حلو، انما طولت منه وتطول وما يقدرش يجيبها الضو، انما خدها بشكل حلو وبخبره السنين عمرو السوليه وركله مرمى. سمعنا يمكن اسم سالم خيري كتير خلال ال 24 دقيقه اللي احنا بنلعبهم، وتعددت ركلات المرمى لفريق حتى الاماراتي. تلعب بن سالم على طول عاليه ترد، ادي بيجري على الكوره سيزر مازوكي هو ومعتز، انما على طول بمبدا السلامه يحط رجله معاها رامي ربيعه ويحولها الى خارج الملعب. رايح عشان يلعبها ايمن دشوق اللاعب المغربي صاحب ال 23 عام اللي جاي من نادي اتحاد كلباء. بيلعب الركنيه العاليه ترد، وادي التصويبه تخبط في الدفاع ترجع لدشوق مره ثانيه ويعمل العرضيه وبتتلعب، انما حكم اللقاء بيديها ركنيه مره ثانيه لفريق حتى. دخل كده وعايز يشوط الكسندر ميركل، انما خبطت في الدفاع. رايح لها دشوق مره ثانيه، واقف جنبه جبرائيل زانو البرازيلي. هل هيلعبها له قصيره ولا هيلعبها في حلق المرمى؟ هنشوف. لعبها في حلق المرمى وادي عاليه، انما على طول يطلعها معتز والسوليه تتلعب على طول سريعه، السوليه ناحيه اليمين، السوليه وبيجري معاها حمدان العمري، انما حمدان العمري يزق الكوره الباك الشمال وتخرج بره الملعب ورمي التماس للنادي الاهلي. ترد الكوره ربيعه لمعتز قفشه على طول لحسين الشحات، الشحات للسوليه هات وخد واحد واثنين، يلعبها مره تانيه على طول لاسلام عبد الله. اسلام عمل العاليه حلوه، انما مين يقابل؟ راحت للدفاع تتقطع على طول، ياخدها الكسندر ميركل يرجع بكورته لفيرنون دي ماركو قائد الفريق ويلعب الكرة الطولية، انما على طول بمبدأ السلامة يدلع الدفاع، انما ياخدها على طول منزوكي يرد كورته في اتجاه دودو دابو ناحية الشمال لجبرائيل يلعب الكرة، انما تخبط في رامي ربيعة وترد، ياخدها الضو بيسلم كورته لقفشة، افشل اكرم للضو بيتحرك الضو اشول يلعبها الاكرم، انما على طول بيدخل العمري ويخرجها الى بره الملعب رامي التماس، تلعب على طول سريعه باتجاه مجدي افشل هل هيرفع؟ انما لا، لعب للسوليه الكوره ترجع له مره ثانيه، يلعب سريعه للضو ترجع بياخدوها كده من لمسه واحده لعيبه النادي الاهلي، وعلى طول يعدي الشحات لمودست، انما على طول بيزقها من قدام منه الدشوق اللي راجع يقوم بالدور الدفاعي، ومره تانية يقطعها اسلام عبد الله وتخرج بره الملعب وتبقى رامي التماس للنادي الاهلي. هيلعبها اسلام عبد الله على طول يرجع بكورته لرامي ربيعه لقفشه على طول
لأكرم، بيتضغط على أكرم من جبرائيل زانو، إنما ترد مرة تانية في وسط الملعب لمصطفى أبو الخير. أبو الخير يسلم الكرة المعتز، معتز لإسلام عبد الله، مثلث الناشئين اللي موجودين في مباراة النهاردة. ترجع مرة تانية للكبار، أدي قفشة يستلم من رامي ربيعة، قفشة على طول يلعب لمودست، قفشة عايز ياخدها كده يقفش على الكورة، إنما تطول منه، تطول وتخرج بره الملعب. بنلعب في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول من المباراة الودية الثانية للنادي الأهلي خلال المعسكر المقام بدولة الإمارات العربية، خلال طبعا التوقف لكأس الأمم. تمنياتنا إن شاء الله لمنتخبنا بالفوز بهذه البطولة إن شاء الله، إنما ظاهرة الإصابات بدأت تقلقنا، بدأت تقلقنا بشكل كبير، بدأت بمحمد صلاح، ورغم إنها كسر لمحمد الشناوي، ورغم إنها الارتجاج لإمام عاشور، ربنا يسلم. ويمكن سمعنا النهارده إن هما هيذبحوا عجل عشان يكسروا أي حاجة، وفي يمكن هنا وقع على الأرض اللاعب. فيرنون دي ماركو كابتن الفريق في اللعبة اللي فاتت، ركلة حرة مباشرة والنص ساعة بتمر، وادي على طول يرجعها الكسندر ميركل ورا، بترجع لعبد الرحمن علي، عبد الرحمن يحطها للعمري حمدان العمري، يلعب العمري كورته السريعة في اتجاه، والله عمران حمدان هو اهو اللي كان بيجري في الكرة اللي فاتت دي اللي عملها له جبرائيل، وتبقى رامي التماس للنادي الاهلي. هيلعب اكرم توفيق يسلمها للضو لاكرم لابو الخير، ترجع لرامي ربيعه، ضغط عليه منزوكي، انما ترجع وادي مصطفى شوبير على طول يلعب لمعتز، معتز للسوليه على طول سريعه لاسلام عبد الله، اسلام اسلام عايز يعدي اسلام، انما على طول ضاغط واخد الكوره عبد الرحمن علي، تتلعب على طول لالكسندر ميركل، ترجع لعبد الرحمن مره ثانيه لالكسندر، الكسندر بيتحرك في وسط الملعب، لاعب كازاخستاني الماني، تتلعب على طول سريعه لحمدان العامري، انما يخطفها منه اكرم توفيق ويرجعها ورا لرامي ربيعه، اكرم للضو لاكرم مره ثانيه، يلعب للسوليه، سوليه على طول يسلم اسلام عبد الله، اسلام لمعتز للسوليه، رامي ربيعه، معتز، رامي بيسلم على طول لمصطفى ابو الخير، ابو الخير بيلعب كورته لاكرم، ترجع مره ثانيه لربيعه، ربيعه بيلعب لمعتز، بيدوروا على مساحه يلعبوا فيها لعيبه النادي الاهلي، وادي الكره تتلعب في اتجاه اكرم، اكرم ياخد كورته ويتوغل في العمق، يسلم السوليه، السوليه على طول لقفشه، قفشه بيسقط لبودست، انما بتطول وبطلعلهاش وتروح للحارس على طول سالم خيري. سمعنا اسم سالم خيري كتير مقارنه بمصطفى شوبير النهارده. يلعب سالم كورته، منزوكي ياخدها بالراس، انما ترد يطلع على طول وياخد كورته شوبير، تخرج منه بره المنطقه، يلعبها على طول سريعه في اتجاه معتز لربيعه، ربيعه للسوليه، ملعوبه لاكرم، الضو بيسلم ابو الخير، ابو الخير يدور يلعب لمين، اضطر يرجع لاسلام عبد الله، بصوا راجعين واقفين
أربعة تلاتة كده عاملين سبعات تمانيات. طبعا مدرب إيطالي ومعروف إن الكرة الإيطالية تغلب عليها الأداء الدفاعي، فهو أعتقد إن بينفذ الكلام ده مع فرقته. ليه؟ فرقته مش من الفرق الدرجة العالية، لا فرقة يعني هم دلوقتي 13 من 14، يعني بيحاول معظم المباريات إنه على الأقل تقدير يتعادل أو يكسب الماتشات اللي معاه. فأكتر حاجة بيحاول يعملها، وده المبدأ اللي بيقولوه في الكورة، كل ما كان دفاعك كويس كل ما تقدر تعدل. فأعتقد إن المدرب بالنسبة للفريق فابيو فيفاني بيطبق الأداء الدفاعي مع الفريق، وده اللي واضح من أداء الفرقة. وادي الركنية الستة للنادي الأهلي، هيلعبها محمد ضو كريستو. ضو كريستو عنده 20 سنة، ما شاء الله لسه صغير. وادي الكرة العالية وتعدي، انما يشتت. بص عدد قد ايه، 10 11، اللون السماوي تقريبا، ما فيش غير واحد بس بره ال 18 في اللعبه اللي فاتت. وادي الكره حلوه العرضيه، انما طلعت من كريستو، كانت عايزه تخرج لبره شويه، انما تروح لسالم خير. سالم هيلعب ايده ورجل، تسعة ياخدها معتز قبل منزوكي، تروح لميركل، ميركل يضعها ورا ليه فيرنون، تتقاطع ترجع لميركل مرة تانية، بيلعب كورته سريعة في اتجاه منصور البلوشي. بلوشي انما يدخل الضو وياخد الكورة قبل جبرائيل، من سلي من قفشة لربيعة. 35 دقيقة مرت من الشوط الاول في المباراه الوديه الثانيه للنادي الاهلي. وادي على طول بتلعب ما بين اسلام هات وخد وحسين الشحات. الله يا اسلام، الله الله، الرفع الحلو، انما يطلع الدفاع. والله دخل بشكل كويس وجراءه اسلام عبد الله في اللعبه اللي فاتت دي، انما على طول بيطلعها الدفاع الى خارج الملعب. ترجع للشحات، عايز يشوت الشحات، عايز ياخد كره وهي في الطريق ويشوت كعادته، انما على طول بيطلع الدفاع. ترجع الكره منزوكي، منزوكي ياخد كورته، سيزر منزوكي لاعب اساسا جنسيته ما بين وسط افريقيا والكونغو، عنده 27 عام. تلعب الكره لاسلام عبد الله، اسلام للسوليه، لانتوني مودست، يرجع لاكرم، اكرم للضو، لاكرم مره ثانيه، جاي له مصطفى ابو الخير يستلم منه، مصطفى لقفشة لابو الخير مرة تانية، ابو الخير يطلع كورته لإسلام عبد الله، لابو الخير مرة تانية يغير الملعب، الله يا ولد، حطيتها عند الضو، لما يدخل على طول يقطع حمدان العمري الكرة، ترجع لأكرم توفيق بيضغط عليه في اللعبة اللي فاتت دي. أيمن دشوك اللي غير مكانه، عامله كده تبادل مراكز، إنما في هنا شدة وفاول وركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي. بنلعب في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول، اللي ما زالت حتى الآن النتيجة التعادل بدون أهداف بين الأهلي وحتى الإماراتي في تاني المباريات الودية اللي بيلعبها النادي الأهلي خلال معسكره. وادي الشحات، إنما حط جسمه فيرلون وعايز ينقذها، إنما أعتقد تطلع ركنية، ركنية مظبوط، ركنية يحتسبها حكم المباراة كابتن أحمد بلال، ودي الركنية السابعة للنادي الأهلي خلال هذا الشوط. هيلعبها محمد الضو كريستو كالعادة من عند بدرجات الدرجة الثانية، رجعها ورا في اتجاه أكرم، أكرم لقفشة للضو اللي شكله هيرفع بشماله، ودي الرفعة ويمسك على طول الحارس، عايزين رفع بالمقاس على الرأس يا جماعة. ياخد سالم خيري الكورة، تقريبا أكتر لاعب قلنا اسمه خلال الشوط الأول. سالم خيري حارس المرمى بيلعب ايده ورجل الأمام عند منزوكي، تروح لجبرائيل، إنما مقطوع داخل ضاغط عليه إسلام عبد الله، بيرجع لألكساندر، ميركل
الكسندر يحط كورته للباك اليمين عامر خليفي، لما يرجع بكورته ورا لعبد الرحمن علي لفيرنون دي ماركو، تتلعب عند حمدان، عند حمدان العمري، حمدان العمري بيضغط عليه وتخرج بره الملعب ركله مره، ضغط عليه اكرم بشكل كويس جدا وتخرج بره الملعب وتبقى ركله مرمى هيلعبها مصطفى شوبير. شوبير لمعتز، معتز الاسلام عبد الله، لما حكم اللقاء عايز يثبت الكره مكانها هيرجعها. تلعب لمعتز، معتز لمصطفى ابو الخير، ابو الخير لقفشه، لحسين الشحات، للضو، الضو طالع له اكرم، هل هيديها له؟ راجع بالكره لحسين الشحات اللي غير وراح ناحيه اليمين، حسين لاكرم، لحسين مره تانيه يحطها لاكرم، انما وقعوا الاثنين على الارض والتصويبه انما فوق 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 العارضه، فوق العارضه، وبتضيع فرصه اكيد من حسين الشحات في اللعبه اللي فاتت دي، واحنا بنلعب في الدقيقه 39 من احداث الشوط الاول. مشاهدينا عشاق كره القدم وعشاق النادي الاهلي، المباراه المقامه على ملعب حتى الاماراتي ضمن المباريات الوديه اللي بيلعبها الاهلي في معسكره التدريبي. 40 دقيقه بتمر وقدامنا 5 دقايق من الوقت الاصلي، غير طبعا الوقت اللي هيحتسبه الحكم احمد بلال حكم المباراه. ترد الكوره، يقطعها اسلام عبد الله، عايز يحضن عليها دودو دابو، ترجع على طول لعامر خليفه، تتاخد منه انما يرجع ياخدها مره ثانيه ويلعبها لعبد الرحمن علي. عبد الرحمن علي بمبدا السلامه يرجع لسالم خيري، للعب على طول سريعه للامام مقطوعه، ياخدها على طول السليه لقفشه، ورا لمعتز، معتز لقفشه، رامي ربيعه، ربيعه الاسلام عبد الله، اسلام بيضغط عليه جبرائيل زين، هو تروح الكره على طول لمعتز لقفشه، قفشه بيسقط الكوره للشحات، طولت 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 لسه لغايه دلوقتي الكرات اللي الاخيره، يعني عايز اقول ايه، عايزه دقه شويه. ركله المرمى واحنا في الدقيقه 41 اواخرها، وما زالت النتيجه هنا التعادل بدون اهداف على ملعب حتى في احدى ضواحي دبي. ترد الكرة رامي ربيعة لابو الخير، السولية، الضو، ترجع مرة تانية لابو الخير، للضو، رامي ربيعة، معتز، أمامية المتست اللي رجع على رقابة، رجع عشان يعمل محطة، ترجع له مرة تانية يسلمها لربيعة، ربيعة للسولية اللي عايز يعمل الطولية الأمامية، عملها طولية إنما تخبط في الدفاع وتتحول إلى خارج الملعب رمي التماس، هيلعبها إسلام عبد الله للشحات، الشحات لقفشة، يسلم السولية اللي عايز يشوط، فين شوطاتك يا سولية؟ ترجع للضوء، اتقفل عليه الملعب، ينفذه طريقة كده السبعات تمانيات في الدفاع فريق حتى. هو عايز يستفيد من المباراة دي عشان المباريات القادمة إن شاء الله. أدي يا أكرم، 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 أدي عالية والرأسية قفشة، إنما عملت بند في الأرض وقابل الحارس. 43 دقيقة من أحداث الشوط الأول. والتعادل بدون اهداف. سالم خيري حارس المرمى،
على طول سالم أمامية. في هنا فاول، يعني كان في التحام في الهواء كده ما بين جبرائيل زانو اللاعب البرازيلي صاحب ال 27 عام ومصطفى بالخير ناشئ النادي الاهلي. طلع والله ده كان اسلام عبد الله، الاثنين طلعوا مع بعض دماغهم خبطت في بعض في الهواء، انما الحكم مديها فاول. سلامات ودي 44. أم سليمة كده اتعملت له يعني كمادات تلج عشان لو في تشيك كده ولا حاجة، الحمد لله سليمة. ركلة حرة واقف عليه ألكسندر ميركل وجنب منه فيرنون، هما يمكن أصحاب الخبرات والاتنين عندهم 31 سنة، ألكسندر من كازاخستان وفيرنون من سلوفاكيا. ادي نزل مره تانيه، ادي منصور البلوش اللي كان خبط في الكره اللي فاتت، وادي تلعب على طول من ميركل يلعبها طالع فيرنون، فيرنون يعمل العرضيه انما يقطعها على طول رامي ربيعه ويحولها الى خارج الملعب. بنلعب خلاص في الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي من احداث الشوط الاول، وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف على ملعب حتى في المباراه الودية الثانية للنادي الأهلي خلال معسكره التدريبي بدولة الإمارات اللي بيستغله خلال توقف الدوري عشان بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي بتلعب. وأيضا الإمارات عندهم خلال توقف لأن كأس الأمم الآسيوية، يعني كأس أمم آسيا وكأس أمم أفريقيا الاثنين بتلعب في وقت واحد وكلنا بنتابعهم طبعا. والمباريات بدأت بقى تدخل في الأدوار النوك أوت، هنبدأ بقى نستمتع بالمباريات القوية بين الفرق الأقوى والمفاجآت اللي حصلت في بطولة أفريقيا وخروج نجوم فرق كبيرة. وادي على طول ركنية، ركنية تامنة للنادي الأهلي. هنشوف حكم المباراة مدي وقت قد إيه. أدي فريق حتى بدأ بعض اللاعبين بقى يسخنوا عشان هينزلوا أكيد الشوط الثاني، والركنيه تتلعب لاسلام عبد الله. اسلام يرجعها للشحات مره تانية، الشحات بيحطها للسولية عايز يسحبها انما تقطع الكوره ويجري عليها ميركل ياخدها منه. يا ولد قطعها بشكل كويس، اسلام سريع عنده رد فعل كويس قوي في الملعب. اسلام عبد الله يرجع الكوره ورا القفشه، قفشه لاكرم، اكرم تلعب على طول، وادي على طول عاليه انما على طول تخرج بره وهتبقى الركنيه ولا حسبها ايه؟ حسبها ركله مرمى. ركلة المرمى تلعب على طول من سالم خيري، وعلى طول بيطلق حكم المباراة صفارة نهاية أحداث الشوط الأول معلنا عن التعادل بدون أهداف بين النادي الأهلي ونادي حتى. استراحة قصيرة على أن أعود وألتقي معكم وأحداث الشوط الثاني. تحيات فريق عمل النادي الأهلي وتحياتي وعليكم راديو الدكتور علاء متولي. إلى الملتقى، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام وعشاق قناة النادي الأهلي ومحبي النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا. ومرة أخرى نعود لملعب حتى في منطقة في دبي حيث نلتقي معكم وأحداث الشوط الثاني من مباراة
الاهلي وحتى الاماراتي المباراه الوديه الثانيه اللي بيلعبها النادي الاهلي ضمن معسكره التدريبي الفتره اللي فيها التوقف الدوري بمناسبه كاس الامم الافريقيه، وايضا بيستفيد فريق حتى بمناسبه باردك توقف الدوري هناك وكاس الامم الاسيويه. انتهت احداث الشوط الاول من اللقاء بالتعادل بدون اهداف. الاهلي هيبقى على ايدينا الشمال وعلى يمنا فريق حتى، وشايف كده فرقه الاهلي زي ما هي، ما شفناش تبديلات لغايه دلوقتي. وادي على طول رامي ربيعه بيلعب كورته بترجع ليه ابو الخير، مودست ملعوبه سريعه للضو، الضو الاكرم، اكرم مره تانية حلوه وهات وخد، تتلعب للضو راجعه له والتصويبه حاططها حلوه شكلها، انما في ايد الحارس. لسه بنلعب في اول دقيقه من احداث هذا الشوط والكره مع الحارس سالم خيري. الشوط الاول كان فيه 9 ركنيات للنادي الاهلي مقابل 4 ركنيات لفريق حتى. الاهلي معظم الوقت كان استحوذ على الكوره، تحس ان فريق حتى كان بيطبق الاداء الدفاعي بالطريقه الايطالي اللي بيلعبوها سبعات تمانيات الكالتشو، طبعا مديرهم الفني ايطالي وبيحاول ان هو يكسب فرقته هذه الطريقه عشان على اقل تقدير يحسن من الاداء لفريقه. ده اللي انا قريب من طريقه الاداء اللي بينفذ بيها فريق حتى، يعني لعبهم حتى بيلعبوا 4-4-2، وهتاخد بالك كده ان معظم الوقت في نص ملعبهم والاستحواذ للنادي الاهلي. ادي حسين الشحات انما يدخل على طول الكسندر بيركلي يقطع الكوره تروح سريعه للامام، اعتقد كده انا مش شايف منزوكي تقريبا كده في تبديلات حصلت. منزوكي كده كان مميز بشعره، هنشوف كده من الارقام لان الارقام بتاعت فريق حتى الابيض واللون سماوي، يعني دول مثلا لو اللون الكحلي او الاسود للنمر تبقى كويس. وادي السبع عبدالله اسلام الاهلي لا والله ده الشحات قطع الكوره، وادي ايه هجمه مرتده سريعه تتلعب، ادي قدامي اهو، ادي اول رقم شفناه اهو رقم 9 اللي ظهر علي عيد غميل القادم من نادي الزفره. علي عيد تقريبا ده نزل بدل منزوكي، وادي الكره تتلعب على طول وترد، وشايف كده رقم 3 كايكو سواريز، هنشوف مين اللي خرج. وتترد مرة تانية سريعة من ناحية اليمين لفريق حتى، وادي تتلعب على طول في اتجاه رقم 19 اللي بيسدد 19 خالد الإصباحي، ده أساسا يمني صاحب 20 عام بيلعب وينج شمال رقم 19. ادي كده تاني رقم زي ما هو، حمدان العمري الباك الشمال موجود زي ما هو، والكسندر ميركل زي ما هو، وتطلع بره الملعب ورمي التماس للنادي الاهلي. كده مع قرب الكاميرا هنقدر نحدد بشكل جيد، ومرت اول 5 دقايق من احداث الشوط الثاني وما زالت النتيجة التعادل بدون اهداف حتى الان. السلية سلية لأفشة، أفشة للسلية، حاول يلعب الكرة لمودست انما على طول تتقطع، بياخدها رقم 13 زي ما هو الباك اليمين موجود زي ما هو. يبقى اعتقد اللي خرج عبد الرحمن علي ونزل بدل منه
هنشوف مين اللي نزل. نزل بدل منه اللاعب كاريوك، كايكو سواريز. يبقى كايكو سواريز وخالد الاصباحي وعلي عيد، دول اللي الواحد خد باله من التبديلات. وفي هنا فاول بيتعامل مع مصطفى ابو الخير، وقف الملعب حكم المباراه. حكم المباراه احمد بلال، ومعاه مساعد اول خميس فيروز، والحكم المساعد الثاني علي الشحي. اكرم لمصطفى، تتلعب لمعتز، معتز في اتجاه اسلام عبد الله. اسلام عايز يلعب الكره للسوليه انما مقطوعه، واخدها على طول اللاعب كايكو سواريز، ترد مره ثانيه. محاولات لبدء هجوم خاطف كده، دايما بداوا يعملوا الهجوم الخاطف فريق حتى خلال الشوط الثاني. تتلعب طوليا لما يقطعها اكرم، اكرم على طول تلعب، تروح لقفشه، قفشه عايز يلعب الكوره انما تخرج بره الملعب. ادي احماء لعيبه النادي الاهلي. شايف كده وسام وعلي بيجري الاحماء مع الناشئين، وعلى طول مقطوعه من الضو، الضو لقفشه، قفشه يحطها انما على طول تتلعب للضو، ياخدها ناحيه الشمال، الضو ناحيه الشمال يسلم لاكرم انما اكرم دخل تتقطع منه، يدخل عليه اكزندر ميركي يقطعها اكرم مره ثانيه. يا راجل يا راجل يا سوليا يا راجل يا سوليا، كوره ياخدها كده من تحت لفوق تطلع بره الملعب، ويمكن هجمه خطره للنادي الاهلي. واحنا بنلعب في الدقيقه الثامنه من الشوط الثاني او الدقيقه 53 من بدايه اللقاء، وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف بين الاهلي وحتى الاماراتي في ثاني مباريات الوديه للنادي الاهلي المقامه خلال المعسكر التدريبي في دوله الامارات. على طول ترد مره ثانيه كوره سريع حسين الشحات، الشحات للسوليه، السوليه غير الملعب في اتجاه طالع لها على طول اسلام عبد الله. اسلام يقف على كورته ويرد لمصطفى ابو الخير، ابو الخير للشحات، لابو الخير مره ثانيه، ابو الخير لاسلام عبد الله. اسلام هيعمل العرضيه انما على طول بيحط رجله معاها اللاعب عامر خليفة، وتتحول إلى ركنية أولى للنادي الأهلي خلال الشوط الثاني. قلت لكم كان الشوط الأول كان فيه 9 ركنيات للنادي الأهلي. رايح حسين الشحات ينفذها، الشحات هيلعب الركنية، نشوف بقى مين داخل بالراس، إنما على طول بيطلع على طول ويطلع الكرة كايكو سواريز، ترد على طول واقف على كورته الضو لقفشه، يلعبوا تحت ضغط حلو قوي لعيبه الاهلي. وادي الضو، الضو يعمل العرضيه، الضو انما يحط ايده الجول وترد، حط رجلك يا راجل، حط رجلك يا قفشه يا ربيعه، انما على طول بيطير بيطير ويطلع الكوره، بتخبط الكوره في المدافع. يعني حكم المباراه قال اخر لاعب لمسته رامي ربيعه، انما كانت فرصه هدف، تاني فرصه هدف للنادي الاهلي، تاني فرصة هدف، واحدة من السلية واحدة من ربيعة. قرب الأهلي، قرب، والعشر دقايق الأولانيين من الشوط الثاني. وسالم خيري حارس المرمى هيلعب ركلة المرمى، سالم على طول كرة العالية ترد في اتجاه علي عيد، إنما في رايه وصفارة تلعب على طول سريعة، الشحات طلع له اسلام عبد الله، حطها الاسلام، يرجع للسوليه للشحات، الشحات عايز يعدل ويشوط انما يردها لقفشه، قفشه على طول لابو الخير، يضغط على ابو الخير،
تاخد على طول يعدي بيه الكسندر ميركل، ميركل انما يضغط عليه ابو الخير مره تانية وترجع الكوره ترد في وسط الملعب. ملعوبه ناحيه الشمال عند حمدان العمري، انما الكوره تعلى وتخرج بره الملعب، ركله مرمى النادي الاهلي. مصطفى شوبيري يسلم على طول لقفشه، قفشه على طول في اتجاه اسلام عبد الله، اسلام بيتحرك كويس جدا، اسلام اسلام ملعوبه لمودست، مودست جوه المنطقه، مودست يا راجل انما يقطعها، يدخل عامر خليفه ويقطع الكوره، بتروح سريعه على طول للراجل رقم سبعه ايمن دشوق، انما ترد مره ثانيه وياخدها ربيعه. ربيعه من السلية الربيعه، انما مره ثانيه سريعه عايز يجري بيها ويعدي خالد الاصباحي، انما تتاكل منه تروح لقفشه، قفشه على طول لمحمد الضو وطالع له اكرم، اكرم هيحطها لاكرم ولا ايه؟ ادي حطها لاكرم، اكرم عايز يعدي انما بينزل معاها الباك الشمال حمدان العمري وترجع مره ثانيه قفشه الضو، انما يحط رجله معاها المدافع سواريز، لا والله اللي حط رجله معاها فيرنون واقع على الارض بيتألم، لاعب من فريق حاتا. يعني اكرم كده عايز بروح رياضيه يروح يقول له مش مقصود ان احنا الالتحام فيه، انما يعني كان منفعل بشكل كبير جدا. هل يا ترى ده حمدان العمري ولا مين؟ هو حمدان العمري. ادي طاهر قدام مننا بيسخن، وسام والركنيه للنادي الاهلي، الركنيه الثانيه خلال الشوط الثاني هينفذها الضو. بيخرج الراجل حمدان وتتلعب عالية مودس تحطها بالرأس، إنما بعيدة بعيدة عن المرمى. بتمر 13 دقيقة من الشوط الثاني أو 58 دقيقة بداية اللقاء، وما زالت النتيجة هنا التعادل بدون أهداف، لكن الكثرة الهجومية للنادي الأهلي في اللقاء بينقص الدقة في مربع العمليات. ده اللي ناقص النادي الاهلي في اللقاء حتى الان. وادي سالم خيري يلعب كورته، طه الشحات بودست يسندها للسولية، انما بيدخل على طول وبيقطع الكوره من قدام منه. تلعب الكوره انما مقطوعه، دشوق يقطع الكرة ويردها مرة تانية للعمري اللي نزل الملعب مرة تانية، يرجع الحارس سالم خيري يغيرها ناحية اليمين في اتجاه عامر خليفة، بيلعبها لفيرلون أمامية ترد في وسط الملعب، بيحاولوا يبنوا هجمة فريق حتى في الهجمة دي، وادي على طول بتتلعب بياخدها كده بكعبه أيمن دشوق، انما ما حدش اراها، ما جالوش عامر خليفه، وبقت رمي التماس للنادي الاهلي. رمي التماس هيلعبها اسلام عبد الله، وبتمر الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني. يعني 60 دقيقه لعبوا حتى الان والتعادل بدون اهداف. رامي ربيعه على طول ينقل الكره لاكرم، اكرم للضو، الضو يتوغل ويعمل العرضية
انما قالش ما عاوزش رجله ترجع على طول بياخدها. فريحاتة تتلعب للامام راح ناحيه اليمين علي عيد انما اتقطع منه مره تانية واسلام عبد الله يلعب الكوره للضوء اللي بيتشد في الكوره يتشد في الكوره انما التصويبه حلوه وشكلها حلو انما الحكم يبدو مصفر قبل منها بفاول مصفر بفاول تصويبه حلوه من قفشه انما قبل منها كان في صفاره والفاول اللي اتعمل مع الضوء. هل الضوء بقى بقدمه اليسرى من هنا يقدر يلعبها على المرمى؟ في الضوء وفي قفشه والاتنين واقف كمان حسين الشحات. هنشوف بقى التعليمات في الحاله اللي زي دي الكره بتتلعب ازاي. وادي الحائط اهو بيحاولوا يظبطوه فريق حتى. هل من الكره الثابته يكون في حاجه للنادي الاهلي؟ دي 16 من الشوط الثاني او دي 61 من بدايه اللقاء. والضوء ضوء شكله هو اللي هينفذها. وادي الضوء انما عاليه 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 طلعت عاليه من ركله مرمى. في تبديل ادي اهو المساعد الاول خميس فيروز ادي على طول تبديل للاهلي وسام وطاهر وسام ابو علي وطاهر خرج الضوء. هل مودست اللي هيخرج ولا مين؟ والله خرج قفشه. يبقى هيلعب كده باتنين مهاجمين. هيجرب بقى الاتنين مهاجمين. ميسي كولر. كده دي اول تبديلين للنادي الاهلي بيدفع بيه وسام وطاهر. عندنا يتبقى خارج الخطوط من اللعيبه القدام كريم فؤاد. الباقي بقى هيكونوا لعيبة من الناشئين. وادي رمية التماس هيلعبها حمدان العمري يسقطها على طول لدودو دابو ترد مرة تانية يخش داشوق يلعبها لعامر خليفة. عامر خليفة لعلي عيد انما يضغط عليه ابو الخير وياخدها منه انما الفاول لصالح ابو الخير. تلعب على طول سريعة للأمام طاهر. طاهر أول كورة لطاهر. طاهر أول كورة أول كورة أول كورة أول كورة وفاول على طول. فاول عرقلة من الخلف. هل يا ترى هيديله إنذار اللعبة دي؟ ده واخد رجليه من الخلف إنما لا فين الإنذار؟ ما اداش إنذار. ومكان مميز جدا ركلة حرة مباشرة في مكان حلو قوي من الانطلاقة والدريبلينج اللي عمله طاهر في أول كورة. طاهر محمد طاهر في أول كورة سحب الفرقتين وراح لغاية وكان رايح على المرمى والراجل عمل له عرقلة من الخلف لكن حكم المباراة لم يحتسب إنذار. رايح يعد العشرة ياردة وأدي لعيبة حتى أدي 3 6 7 8 كام اللي هيقفوا الحائط؟ تقريبا خمسة هم خمسة في الحائط بيظبطوا الحائط بيقفوا وسام. وادي يكون سلطه من 4 لعيبه في النادي الاهلي هينفذوا الكره دي ازاي؟ هتتعمل ازاي؟ طبعا السوليه وبودس هيخشوا في وسط المدافعين والدور ده بقى واقف اكرم واقف الشحات وطاهر ولا ده وسام؟ وسام لا طاهر 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 ويشوط تيجي في الحائط
تصويبه في الحائط، انما الاستحواذ للنادي الاهلي، الهجمات للنادي الاهلي تكاد تكون الهجمات قليله جدا لفريق وادي ايمن دشوق اللاعب اليمني يلعب كورته السريعه في اتجاه اللاعب ميركل، انما في هنا فاول بيعمله معاه اكرم الكسندر ميركل وركله حره مباشره لصالح فريق حتى. واحنا في مر التلت ساعه ودخلنا في الدقيقه 21 من الشوط الثاني، دقيقه 66 من بدايه اللقاء، وما زالت النتيجه هنا التعادل بدون اهداف بين الفريقين. وادي اربعه لعيبه واقفين على الكوره، علي عيد وميركل وفيرنون ومعاهم خالد الاصباحي. هنشوف، اعتقد ان الكسندر ميركل صاحب ال 31 عام، انما دخل علي عيد هو اللي سدد، علي عيد هو اللي سدد وفوق العرض. ركله مرمى هيلعبها مصطفى شوبير لمعتز، معتز اسلام عبد الله، هترجع معاه في الضحك، معتز لرامي ربيعه. ربيعه على طول بيلعب الكوره السريعه عاليه انما تترد، ادي الضوء اكرم، اكرم بيلعب للسليه، سليه لوسام، لا والله ده طاهر، طاهر لوسام، طاهر لوسام، وسام، انما تخرج الى ركنيه، ركنيه للنادي الاهلي، ثالث ركنيه. من بعيد كنترول وهو بيجري بالدريبلينج، وسام او طاهر قريبين قوي شكلا، شايف كده اهو تقريبا اللاعب ايمن دشوق هيخرج وينزل بداله، والله خم في 75 منصور عيد، عنده 32 سنه وجاي من الفجيره، وادي الكره العاليه، انما تخرج بره الملعب. كده اربع تبديلات عملهم، انا لغايه دلوقتي قداميني الاربع تبديلات، الجنب الثاني ما خدتش بالي من الارقام هل في تبديلات غيرهم في الشوط الاول، انما مقابل تبديلين فقط للنادي الاهلي بنزول وسام ابو علي وطاهر محمد طاهر بدلا من محمد مجدي قفشه ومحمد الضو كريستو. وادي على طول ركله المرمى يلعبها الحارس، تلعب طوليه بيجري على الكوره ربيعه بياخدها بخبره السنين، تتلعب ترد مره تانيه لاكرم، اكرم لحسين الشحات، شحات اللي جه ناحيه اليمين لاكرم، اصبح كده الشحات ناحيه اليمين وطاهر محمد طاهر ناحيه الشمال، ودخل وسام ابو علي هو ومودست الاثنين بيدفع بيهم كمهاجمين مهاجمين مارسيل كولر، تخرج الكوره بره الملعب، اصبح كده السوليه ومصطفى ابو الخير هما الاثنين بيلعبوا في نص الملعب. وادي اللاعب فيرلون دي ماركو كان واقع على الارض، حكم اللقاء هيستأنف الكوره برميه التماس، هيلعبها حمدان، حمدان العامري الباك الشمال. و25 دقيقه بتمر من الشوط الثاني، 70 دقيقه من بدايه اللقاء ورمي التماس، وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. بتلعب هات وخد، بيحاول يعدي بيها دودو دابو، وتتلعب سريعه. لا، الخروج ما
ناحيه الشمال طاهر، طاهر بيلعب في سكه بودست انما تتقاطع في السكه، مش مشكله في الملعب شايفها مقطوعه، بيعدي دودو دابو ناحيه الشمال انما تخرج بره الملعب، رمي التماس للنادي الاهلي، حاول يجري عليها خالد الاصباحي انما تخرج بره الملعب. رامي ربيعه لمعتز، اسلام عبد الله مدين لقاء حلو قوي، معتز واسلام عبد الله ومعاه مصطفى ابو الخير، وادي طاهر محمد طاهر، طاهر عدل حلو قوي، عدل لو مستني بقول لكم في الصندوق الكوره محتاج واحده بس تتظبط، واحده تتظبط. وادي السوليه ياخد كورته تتلعب لمصطفى ابو الخير، ابو الخير ليه الشحات هيغير الملعب، حطها لمودست، مودست يسلم طاهر انما يحطها له بعيده، يضطر يرجع ورا، يرجع لاسلام عبد الله، اسلام عاليه جوه المنطقه انما على طول في ايد الحارس سالم خيري. سالم خيري معاه كورته، نلعب في الدقيقه 72 او الدقيقه 27 من بدايه الشوط الثاني، يعني عدينا اكتر من نص الشوط ويبدو كده ان في تبديل في نفس الوقت، في شد تقريبا كده. اسلام عبد الله عامل مباراه كويسه جدا، لكن طبعا فورمه انه يلعب ال 90 دقيقه اعتقد هو بيلعب بقى في الناشئين بيلعب المعدل ده، انما مع الكبار بيبقى الضغط عليهم اكتر لسه، يعني محتاج ادي او يمكن شد، هل يا ترى هيخرج وينزل مثلا؟ انا فاكر بازل اسامه اللي لعب ناحيه الشمال المره اللي فاتت. مفيش اي تبديل حصل، وخرج اسلام استكمال العلاج، وبيخرج على طول اللاعب سالم خيري بيلعب كورته الاماميه، وادي بتروح سريعه لخالد الاصباحي بيتوغل وعايز يشوط، انما على طول اكرم يحط جسمه، ورامي ربيعه الله حط جسمه بشكل كويس، انما تروح ركنيه، اول ركنيه على النادي الاهلي خلال الشوط الثاني، اول ركنيه وداخلين على نص ساعه من الشوط الثاني، الدقيقه 72 من بدايه المباراه. والتعادل بدون اهداف، تلعب الكرة لخالد الإصباحي يردها تتلعب، بيحاول يمر خالد، ورمي التماس هيلعبها أيمن دشوق ما خرجش موجود، وجاي له حمدان العمري الباك الشمال انما هيسيبوها عشان حمدان اللي يلعبها، وشايف كده الشحات هيخرج، الشحات حسين الشحات بيخرج وينزل كريم فؤاد. وادي خرج اسلام عبد الله، وزي ما قلت لكم مازن، مازن اسامه هينزل الباك الشمال، يبقى كده الاهلي عمل 1 2 3 4 تبديلات، وتخرج الكوره، بص راجع وسام ابو علي يأدي الدور الدفاعي، نص ساعه مرت من الشوط الثاني،
متبقي ربع ساعة غير الوقت المحتسب بدل ضائع، وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. يقطع أكرم الكورة تتلعب على طول سريعة للسولية لوسام أبو علي، وسام أبو علي، وسام يلعب لطاهر، طاهر طاهر دريبلينج بتاعه مع مودست، طاهر عدى، طاهر دخل المنطقة، طاهر لسه الكرة في حوزته بيدور يلعب العرضية، إنما يشيلها الدفاع. بص رجعوا بسرعة دفاع فريق حتى رجعوا بمنتهى القوة لقفل الملعب. ودي ترجع مرة تانية الكرة، محاولة من السولية لوسام لطاهر لوسام مرة تانية، وسام وسام يسند ومستني المتابعة أو بيدي مين، مازن طلع معاه، إنما اضطر يرجع بالكرة ورا المصطفى أبو الخير، أبو الخير للسولية، والتصويبة حلوة إنما فوق بجوار القائم. تصويبة يمكن أفضل جملة عملها النادي الأهلي خلال هذا اللقاء حتى الآن. ركلة ألباب كده، كريم فؤاد هيبقى ناحية اليمين وطاهر ناحية الشمال، وجاي من تحت وسام ابو علي، انما مازال قلب الهجوم هو انتوني مودست. ركله المرمى هيلعبها سالم خيري، وادي على طول عاليه يحضن وياخدها اكرم لمعتز، تلعب لابو الخير لاكرم، اكرم على طول سريع لكريم فؤاد، كريم طالع له اكرم بيقول له هات الكوره، انما كريم عايز يحط الكره المودست يشيلها على طول. فيرلون ترد مره تانية سريعه، مازن، مازن اسامه بيرجع لمعتز، معتز يلعب على طول للسوليه، السوليه بيسلم كريم، ترجع مره تانية لرامي ربيعه، رامي بدا يضغط الاهلي بكل خطوطه، كريم فؤاد، كريم ترجع لاكرم، اكرم للسولية، السولية عالية، مودست عايز يسندها انما عدت من الدفاع، ترجع مرة تانية مودست يحطها على طول لطاهر، طاهر طاهر يرفع، آه الله يا راجل يا راجل، مش معقول مش معقول يا كريم، مش معقول الكرة دي يا كريم، مش معقول، يحط دماغه معاها بتوقيت مش مظبوط تخرج، بدل ما تدخل المرمى هجمة يعني خطيره جدا للنادي الاهلي، انما تضيع فرصه هدف للنادي الاهلي واحنا بنلعب في الدقيقه 33 من الشوط الثاني. الاهلي اقوى، الاهلي اداؤه الهجومي اسرع، الاستحواذ للنادي الاهلي الشكل النهارده، يعني المره اللي فاتت كان بيجرب الناشئين مارسيل كولر، النهارده بيلعب باللعيبه الكبار وبيجرب بقى الولاد الاماكن اللي فاضيه اللي ما فيهاش لاعبين وناجحين لغايه دلوقتي ان هم يادوا، سواء كان اسلام عبد الله ادى قبل لغايه ما خرج، ومازن اسامه موجود معانا بردك، يعني مصطفى ابو الخير عامل شغل كويس في نص الملعب، ومعتز قافل بشكل جيد جدا، يعني التجارب مفيدة مفيش كلام خلال هذه المباراة. وادي على طول وسام، وسام هيجيب جول، القائم القائم يتعاطف، القائم العارضة العارضة تتعاطف، العارضة كريم فؤاد يخلص الكورة وعايز يعدي وعايز يدخل، انما يحضر وياخد الكورة على طول علي عيد ويعدي بيها، انما بتضيع بتضيع، يا سلام وسام حط كورة يعني سم تخبط في العارضة، اخطر كوره في اللقاء، دي كانت اقرب كوره تبقى هدف للنادي الاهلي واحنا في الدقيقه 34. بداوا لعبت نادي الاهلي يعني يضغطوا، عايزين يسجلوا عايزين يسجلوا، سالم خيري الحارس هيلعب كورته، ادي على طول عالية تروح لخالد الإصباحي، إنما يضغط ربيعة يخلصها بشكل جيد جدا ربيعة، ويلعبها على طول ناحية طاهر محمد، طاهر انطلاقة من طاهر وطلع له طلع له على طول مازن أسامة، إنما يدخل في العمق يغير الملعب ناحية اليمين لأكرم، أكرم ومعاه السولية وعلى يمينه كريم فؤاد، يتسلم كريم للسولية، السولية جات له على شماله، إنما لو كانت على يمينه وادي على طول تصويبة بالتصويبه من طاهر، انما تخبط في الدفاع وترد، ضغط اهلاوي، الاهلي بدا يضغط بمنتهى القوه، و35 دقيقه بتمر من الشوط الثاني، يعني نقدر نقول 80 دقيقه من بدايه اللقاء، والتعادل بدون اهداف،
ابو الخير يسلم لرامي، رامي ربيعه ينطلق ويعدي نص الملعب، ربيعه الاكرم، اكرم على طول لكريم فؤاد، كريم عايز يعدي، عدى 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 ويضغط هيودي الكره لمين، انما تتقطع تروح مره تانية، طاهر خلص الكره وهيجيب جول، طاهر طاهر تلف الكره دي وهي رايحه الجول لفت، وهي رايحه الجول لفت، يا حظك يا طاهر، ركله مرمى. الضغط الاهلاوي بدا يزيد، بدا يزيد ضغط الاهلي على فريق حتى خلال الدقايق اللي احنا فيها، اعتقد ان احنا ممكن نشوف هدف خلال الدقايق اللي جايه. ركله المرمى، سالم خيري النهارده اكتر لاعب يمكن قلنا اسمه من كتر الكرات ركلات المرمى اللي بتروح له. وادي على طول يلعبها تروح للاصباحي، انما ياخدها ترجع على طول ترد لوسام، في فاول وسام ابو علي وهو لسه بيتحرك اتعمل معاه فاول عشان ما تبقاش الهجمه السريعه. السوليه لاعب يمكن من فريق حتى، هنشوف بقى لو فينيلاتو يجيبوها لنا نعرف مين اللي خد الانذار. يلعب السوليه انما الكره تروح لايمن دشوق، دشوق ياخد كورته يرجع بيها ورا لعابر خليفه، تتلعب على طول سريعا، انما يا سلام يا ربيعه عامل مباراه هايله جدا، قاطع الماء والنور على فريق حتى. تروح الكره لطاهر محمد طاهر، طاهر يسقطها سريعه في اتجاه وسام، انما يدخل بمبدا السلامه يحول الكره الى خارج الملعب. كايك سواريز تبرامي التماس تلعب على طول سريعه ترجع لطاهر يعمل العرضيه، انما مودست بيحط رجله مع الكوره والفيرنون، انما حكم اللقاء بيقول اخر لاعب لمسته مودست عشان كده بيحتسب ركله مرمى. هل في تبديل؟ شوف الكاميرا هتجيب لنا ايه؟ ثلاث تبديلات، 83 و27 و24. فهد حديد 83، خرج 13 وخرج تقريبا حمدان، وادي الحارس ايضا محمد وليد، محمد وليد الحارس، يبقى عندنا 83 فهد حديد، وعندنا 24 عبد الرحمن عادل، وعندنا 27 عبد الله سالم، يبقى 1 2 3 وفي 4 قبل كده يبقى 7 والجون يبقى 8. السولية ترجع الكرة لابو الخير، ابو الخير لرامي ربيع، والاهلي ما عملش غير 3 تبديلات فقط، وادي التصويبه تخرج بره الملعب. بنلعب في الدقيقه 39، قربنا خلاص على نهايه اللقاء. الاهلي عمل 4 تبديلات، نزل مازن اسامه بدل اسلام عبد الله، كريم فؤاد بدل حسين الشحات، طاهر محمد طاهر بدل الضو، وسام ابو علي بدل قفشه. وادي على طول الكره تتلعب، يقطعها ابو الخير تروح لاكرم، اكرم لربيعه لشوبير، نسمع اسمه قليل قوي شوبير في اللقاء. و40 دقيقه بتمر من الشوط الثاني، 85 دقيقه من بدايه اللقاء وما زالت النتيجه التعادل بدون اهداف. الاهلي مستحوذ على الكوره معظم الوقت، لكن اللمسه الاخيره كنا منتظرينها تكون افضل، لكن معسكر من وجهه نظري ناجح بشكل كبير. ان شاء الله بعثه النادي الاهلي تعود يوم الاحد القادم من الامارات،
إنما للمرة التانية بنعزي أنفسنا في وفاة المغفور له بإذنه الأستاذ العمري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة الأسبق، تغمده الله برحمته وعوضنا عنه خيرا وألهم محبيه وزويه وعشاقه الصبر والسلوان. يلعب على طول الحارس محمد وليد، وليد يلعب كورته للأمام إنما قطعها مازن يخلص كورته، تتلعب على طول، وادي تصويبة من اللاعب عبد الله سالم إنما في إيد على طول مصطفى شوبير. شوبير لربيعة، ربيعة للسلي، ملعوبة لطاهر، طاهر يستلم، هنشوف بقى هيعمل الدريبلينج بتاعه ده، طاهر وطلع له مازن أسامة، حطها لمازن حلواوي، مازن هيعمل العرضية إنما يمسك على طول الحارس محمد وليد. بنلعب في آخر 4 دقايق من الوقت الأصلي، محمد وليد الحارس عنده 29 سنة يلعب الكرة أمامية، ترد مرة تانية ربيعة، محاولة بتتلعب على طول لفهد حديد، والتصويبة مش معقول، والتصويبة بترد الكرة من ايد شوبير، تصويبة القوية، بيدخل على طول اللاعب خالد الإصباحي هو اللي بيسجل الهدف. لا والله ده جمال معروف، اللاعب جمال معروف هو اللي بيسجل هدف اللقاء، بيسجله في الدقيقة 42 من الشوط الثاني، يتقدم فريق حتم على النادي الأهلي 1-0. بنلعب في الدقيقة 43، باقي دقيقتين على نهاية اللقاء، ضاعت فرص كتير جدا من النادي الأهلي، لو عديت الفرص اللي جاية لفريق حتى تقريبا هي دي الفرصة الوحيدة لفريق حتى في اللقاء حتى الآن. تلعب الكرة الأكرم، هنشوف بقى لعبة النادي الأهلي الوقت المتبقي هيعملوا ايه. أكرم إنما تقطع مرة تانية، ياخدها خالد الإصباحي ويرجع ورا لسواريز اللي يلعب كورة أمامية تخرج بره الملعب. رامي التماس، أكرم توفيق، كريم فؤاد، تتقاطع وسام ترد مرة تانية، يقطعها السولية تروح لبودس يفوتها، ترجع لطاهر، طاهر ياخد كورته ناحية الشمال وعايز يرفع، طاهر يتضغط عليه إنما في هنا فاول لصالح النادي الأهلي. دي 44 من الشوط الثاني، دي 89 من بداية اللقاء، وأصبحت النتيجة تقدم فريق حتم بهدف. طاهر وركلة حرة للنادي الأهلي، ودي الكرة عالية وجول، جول مودست، ياخدها مودست بدماغه وهي في الطريق يسجل للنادي الأهلي، يسجل على طول مودست للنادي الأهلي الهدف الثاني، التعادل، مودستي أنطوني مودستي يسجل للنادي الأهلي بالدقيقة كام؟ الدقيقة 45 من الشوط الثاني، تصبح النتيجة التعادل 1-1. بقول لكم الأهلي في الدقايق الأخيرة بيبقى ليه شكل تاني، الهدف ده عمل استثارة للعيبة النادي الأهلي، وعلى طول بيلعب فريق حتى، تلعب الكرة العالية أمامية عند خالد الإصباحي إنما تطول منه وتخرج وتبقى رمي التماس للنادي الأهلي.
خلاص ثواني وينتهي الوقت الاصلي من اللقاء. الشوط الاول تقريبا الحكم عمل دقيقه واحده احمد بلال. هنشوف الشوط الثاني مدي قد ايه. اعتقد الشوط الثاني تبديلات كتير، هينفع يفكر في ايه. وترد الكره سريعه ترجع لسواريز، تتقطع منه، مردود لعبد الله السالم، بيتضغط عليه، طاهر بيضغط وواقع على الارض لاعب من فريق حتى، وايضا الناحيه الثانيه مودست، وبيطلب الجهازين الطبيين حكم المباراه. خلاص بدأنا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع. لسه مازال واقع على الأرض سواريز. سواريز جاي إعارة من نادي شباب الأهلي، عنده 20 سنة، برازيلي. قام الحكم هيعمل إسقاط. بنلعب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع، وتبقى على طول الكرة ركلة مرمى للنادي الأهلي. ربيع الأكرم، أكرم على طول يلعب الطولية لكريم فؤاد. كريم عايز يعدي، إنما على طول بيدخل، وأعتقد دي ركلة جزاء، دي ركلة جزاء ما فيهاش كلام، وعلى طول بيشاور أحمد بلال بركلة جزاء. ركلة جزاء للنادي الأهلي، ركلة جزاء. أعتقد أنتوني مودست هو اللي هيشوطها. دخل الحارس محمد وليد بمنتهى القوة، واضحة تماما، رغم ان كان في فاول بره ايضا لكريم فؤاد، انما الحكم ادى تحت الفرصة للنادي الاهلي. بيدخل الحارس محمد وليد ويعمل فاول في اللعبة اللي فاتت. الحارس محمد وليد بيعترض، لكن واضحة تماما مين اللي هيلعبها؟ انا شايف طاهر واقف في نقطة البنالت، وانتوني مودست ماسك الكورة. هنشوف التعليمات مين اللي هيشوط، والنتيجة 1-1. مودست اللي هيشوط، مودست صاحب الهدف المباراة، وقدامه فرصة يبقى مسجل هدفين في المباراة. وأحمد بلال حكم اللقاء بيطلع اللاعبين، وبنلعب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع. ومودست ومحمد وليد ومواجهة، وادي على طول مودست ويصدها وليد، ويرجعها مودست ويصدها وليد مرة تانية، يصدها مرتين الحارس. وفرحة الجماهير ورا المرمى، شفناهم فرحانين بالحارس محمد وليد، حطها له ناحية اليمين، صدها، رجعت حطها بدماغه أنتوني مودست، يطير ويمسكها وينام بيها على الأرض الحارس محمد وليد. ما زالت النتيجة التعادل 1-1، وهو بيلعب بقى بكل روح رياضية، الكورة عنده كده يعني حافز بعد ما تصدى لركلة الجزاء وتصدى للكورة اللي راجعة. وادي على طول محاولة من طاهر، طاهر عدى بشكل حلو قوي، طاهر لوسام، انما وليد يتألق، وليد يتألق، شايل جولين يعني، كان بديل نزل في اخر 10 دقايق من اللقاء وشايل جولين في اللقاء بشكل كبير جدا الحارس محمد وليد، حارس حتى. هيلعب الكورة عالية، ترد مرة تانية للسولية، مودست يلعبها سريعة في اتجاه كريم فؤاد، كريم، كريم يعدي، عدى كريم بسرعته، كريم العرضية، انما يشيلها الدفاع وتخرج بره.
بيشيلها الدفاع وتخرج بره ركنيه. سواريز اعتقد هو اللي طلعها، سواريز هو اللي شالها اهو، بيزك سواريز والركنيه للاهلي. هل دي اخر لعبه في اللقاء؟ اللقاء زاد اثاره، زاد اثاره، خمس دقائق انتهت، خمس دقائق وادي ركنيه الاثاره في الوقت المحتسب بدل ضع. كان فين الكلام ده من بدري؟ وادي على طول بيرجع الكوره، لعبت النادي الاهلي ترد مره تانيه سريعه، بيشيلها رقم 8 انيس كريمي اللي نزل المغربي، ترجع لشوبير، وفي هذه اللحظه بيطلق حكم المباراه صفاره نهايه احداث الشوط الثاني معلنا عن التعادل 1-1 بين الفريقين. تقدم جمال معروف في الدقيقة 42 من الشوط الثاني، ثم تعادل أنتوني مودس في آخر دقيقة من الوقت المحتسب الوقت الأصلي. تحيات فريق عمل قناة النادي الأهلي، وتحياتي معلقكم من الدكتور علاء متولي، شكرا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.